أريج أن يلاحظ بفصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة بأن المتاعب الصحية تزداد وتتجلى بشكل خاص بانعدام طاقة الجسم وانخفاض القدرة على الحركة أو القيام بأي أعمال نرغب فيها، فضلا عن التعب والإجهاد والشعور بالخمول وانعدام الطاقة. هذا الشيء اللي بيدفعنا إلى تناول أطعمة معينة. لذا نلجأ أولا إلى الطعام كونه الخيار الأفضل ما بين الخيارات الأخرى التي قد نراها علاجا لحالة انعدام الطاقة بفصل الصيف. فما هي الأطعمة التي تخفف من حدة الشعور بارتفاع درجة الحرارة وبتزيد من طاقة الجسم؟ أسئلة رح تجاوبنا عنها أخصائية التغذية دعاء شعبان. يسعد صباحك دعاء. مساء صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يسعد فيكم. صباحك دعاء. دعاء، بالبداية يعني لأي درجة فعلا أنه الأغذية لها علاقة بموضوع طاقة جسم الإنسان؟ هلا الغذاء هو الاساس بطاقه جسم الانسان، ما بنعرف اذا الانسان لا اكل ولا شرب يعني مع التدريج بيمرض، بالاخير لا سمح الله في حالات بصير وفاه كمان قله الاكل، فما بالك اذا يعني شو بتاثر قديش على الطاقه. مثل هلا الغذاء والماء كمان مثال يعني، وبس الغذاء خاصه هلا الماء ركز عليه فصل الشتاء، عفوا فصل الصيف اللي نحن جايين نحكي مشانه ومشان موضوع التجفاف اللي عم يعانوا منه اغلب الناس. مثل ما ذكرت كثير في ناس عم يحسوا في خمول، عم يحسوا تعب، ما عم يقدروا يقوموا بنشاطاتهم اليوميه خاصه الفتره الصباحيه صعبه الفئه بكير. هلا كمان طلعنا من شوي شو عم نطلع من جو العيد، هلا يوم السبت او الاحد اول ايام الدوام، هيك يعني يسمعوا منا كم نصيحه لازم ان شاء الله الواحد يبلش يظبط اموره لحتى يروح على دوامه يعني. تمام. هلا هلا عطله ماشي الحال يعني، لسه العالم عم شيء متاخره، نشوف هلا يوم السبت والاحد ان شاء الله هيك يدرسوا يسمعوا منا كم نصيحه يستفادوا منها لحتى يمشوا باقي نهار انه ايامهم الثانيه بنشاط وقوة. دعاء، يعني بفصل الصيف كتير من الأشخاص بهمهم يعرفوا شو لازم يأكلوا وشو يتناولوا لحتى تخفف شوي من حدة هالشوب، خاصة يمكن عم نمر بموجة ارتفاع درجات الحرارة، شو بتنصحيهم يتناولوا؟ هلا اريج اكثر شيء بهالحراره عم يصير فيها تعرق، العالم عم تفقد كثير سوائل، يعني في ناس تقول لك قد انا ما عم اشرب مي عم بحس حالي انه ولا كاني شربت شيء نتيجه ارتفاع درجات الحراره العاليه. هلا كل ما عم ترتفع بزياده، جتنا موجه كثير حاره هالثلاث ايام العيد، العالم كثير عم يشوبوا فيها. بالاضافه لهيك مع انه كنا عم نحكي على الاكل فوق الشوب هالفتره، الناس طالعين كانوا من صيام رمضان بقى مشتاقين للاكلات الجاهزه، يعني عم ناخذ حلويات تمام، حلويات الشاورما السناكات الاطعمه كلها الجاهزه كمان بتاثر على شعور العطش، لانه الاغذيه الدسمه الاغذيه الحلوه هي بدها طاقه حتى تنصرف. هلا بالشتاء العالم بتقول لك انا باخذ حلو لحتى ادفى، فما بالك اذا عم ياخذوا الناس هذا الحلو بالصيف شو حيصير فيهم؟ او الناس بياخذوا الاغذيه الدسمه خلال فتره الصيف، هي كلياتها نحن بحاجه طاقه زياده لحتى نحن نحرقها بالجسم، يعني هي اول نقطه بتاثر انه نحن بترتفع درجه حراره الجسم، ثاني شغله فيها ملح كثير، فيها سكريات كثير، عم تخلينا نشعر بالعطش، عم تخلينا نفقد السوائل. كمان موضوع القهوه المره والقهوه، هلا لساتنا كمان جو العيد، لو بدي احكي شوي هلا بس العالم ضلوا الاسبوع عم ياكلوا الحلو والقهوه المره اللي زايد عندهم. القهوه الكافيين، الاغذيه العاليه المشروبات العاليه بالكافيين، القهوه العاديه الحلوه، القهوه التركيه او المشروبات الغازيه، هي كلها بتسحب المي من الجسم بتطردها عن طريق البول، كمان لازم نحن ننتبه لها. في ناس بيعطشوا اريج او يعني بصيروا بيشربوا انيه كولا بيقول لك انا بتطفي العطش عندي، طبعا هذا الشيء كثير مفهوم خاطئ، يعني ممكن تطفي لمده ربع ساعه نص ساعه مو اكثر من هيك، بس ننسى انه علبه الكولا فيها 10 معالق سكر، قديش هذا الشخص بعد حيعطش هالكميه العاليه من السكر. عشان هيك نحن دائما نلجا للمشروبات الطبيعيه، ان كنا داخل البيت ممكن ناخذ الفواكه او المشروبات عن طريق خام مثل ما هي ناكلها اكل او ناصرها عصير، وان كنا داخل خارج البيت ممكن اي بياع عصير يكون جاهز. ما بفضل العصائر المعلبه نهائيا لانه فيها مواد حافظه، فيها نسبه سكريات كثير عاليه، حتى ما بيكون فيها هي الافاده نحن لازم ناخذها. هلا بالصيف كمان بدي احكي هي النقطه، كثير نحن بنفقد فيتامينات خاصه فيتامين اي، فيتامين اي هو كثير ضروري لحماية. شو السبب انه بنفقد الفيتامينات بالصيف؟ تعرض لاشعه الشمس ميسان، لانه فيتامين هلا فيتامين اي شو اهميته بفصل الصيف؟ بحافظ لنا على البشره، دائما بقول للناس ياخذوا الاغذيه اللي فيها الكاروتين بيتحول لفيتامين اي. وين بنلاقيها هي الاغذيه؟ بنلاقيها اكثر شيء اللي مايل لونها الاورنج مثلا، المشمش غني كثير بفيتامين اي، الجزر غني كثير بفيتامين اي، يعني احنا اذا اخذنا مشمش عصرنا عصير جزر، حتى الجزر من المشروب اللي السعرات الحراريه فيها مالها كثير كبيره، يعني احنا فيها ناخذ اخذنا كاسه كبيره بيمشي الحال مع عصير جزر، الناس عم يعملوا ريجيمات ما فيها كالوري كثير كبيره، يعني احنا فيها ناخذها بدون ما يزيد الوزن تبعنا ومنعشه ومنعشه كمان بنفس الوقت، وبتحافظنا على صحه ونضاره البشره. يعني حكيتي على المشروبات اللي هي فعلا اساسيه عند الاشخاص مثل
ما قلتي ناس فورا بيروحوا على البيبسي او بيروحوا على المشروبات الغازيه لحتى هن يتناولوا، ولا عم تقولي انه نروح على الشيء الفريش؟ اذا بدنا نروح على الاطعمه او الفواكه مثلا، شو ممكن يتناولوا الاشخاص؟ هلا الفواكه كل فواكه موسميه ممتازه، عندك البطيخ رقم واحد، البطيخ فيه تقريبا 90 ل 95%، ما في سكر كثير البطيخ؟ لا، نسبه السكر فيه تقريبا ميزان 5 ل 8%، الباقي كله مي. يعني معروف البطيخ من الفواكه الممتازه لفصل الصيف، بتروي العطش، مشان هيك سبحان الله هي نازله بهذا الفصل، يعني الله خصص بهذا الفصل لحتى تروينا عطشنا. الشمام او البطيخ الاصفر كمان الفواكه الممتازه كثير وفيها نسبه المي عاليه. هلا غير الفواكه ميزان عم بحكي كنسب عاليه المي، عندك الخيار، الخيار ممتاز، يعني احنا اذا حطيناه على الفطور او على الغداء، دخلناه على السلطات او على العشاء، كمان نسبه المي كمان في تقريبا بين 90 ل 95%، نسبه المي كثير عاليه. نحن فينا ندخل هي الفواكه او هذا النوع من الخضار بيكون كثير ممتاز دخلناه، حتى الكوسه اذا تناولناها على الغداء، يعني اذا عملنا مثلا اكله كوسه بلبن، اذا هلا ما حاحكي كثير سعرات حراريه وكالوري وريجيم ودايت وافوت بهذا الجو، حاحكي شيء بيساعد الاشخاص العاديين بدون ما افوت بانظمه غذائيه. يعني تمام، يعني احنا اذا عملنا كوسه بلبن، اللبن كثير ممتاز، تمام، هي اكله بارده مع الكوسه فيها نسبه عاليه من المي. طبعا بدون ما نلجا للقلي، حاحكي هيك شوي، اذا يعني اذا شويناها عن طريق الشوي وبعدين دخلناها مع اللبن كثير بيكون منيح بالاغذيه، يعني او طبخه ممتازه نحن ناخذها خلال فصل الصيف. طبعا بعد عن الاغذيه الدسمه مثل ما ذكرت، يلي بحاجه لطاقه اكثر لحتى نحن نهضمها، هي كلياتها بتخلينا بالزياده نشعر شعور بالخمول بالتعب. يعني مثلا مثل اكله مثلا المحاشي، من الاكلات كثير فيها بهارات، في ناس بيحطوا لها حد، هي كلياتها بتحرق او بتعطينا طاقه زياده، لذلك بفضل الاكلات البارده دائما ندخل الخضار. هلا الصيف غني بالخضار، جميع انواع الخضار بتكون متوفره، نحن اذا دخلناها كثير بيكون منيح. يعني دعاء خبرتينا عن اهم الاغذيه يلي يفترض انه نتناولها لحتى نخفف شوي من حده ارتفاع درجات الحراره، لكن اهم الاغذيه اذا بدنا فينا نبلش النهار مطور يلي بتعطينا طاقه بنقدر نروح على شغلنا بطاقه ونشاط، وحتى نرجع من الشغل ما يصيبنا هالخمول والتعب يلي كثير من الاشخاص بيعانوا منه بهالفتره. هلا افضل اول شيء اللبنه، يعني اكثر من الجبنه، مثل ما مشان موضوع الجبنه انه مالحه شوي مشان ما نشعر نحن بالعطش زياده خلال النهار. نحن اذا اخذنا سندوتشات لبنه قدام قطعه خيار او قطعه جزر، الجزر نحن نعتبره من الخضار كاخصائيين تغذيه اكثر ما هو فواكه، يعني فينا نشربه شرب عصير او فينا ناخذ جزر مثل ما هو، يعني ناخذها عضه مثلا مع 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 اللبنه كثير بيكون منيح. هلا كمان البيض كمان ممتاز من الاغذيه البروتينيه، بتعطينا طاقه وبتمدنا بالشعور بالشبع. للناس كمان اللي عم تتبعوا ريجيمات كثير منيح موضوع البيض، لانه في بروتين نسبه عاليه بتعطينا شعور بالشبع اكثر. فينا ناخذ بيضه او بيضتين ما فيها مشكله، بس مو كل يوم بيضه او بيضتين، يعني من مرتين ثلاث مرات بالاسبوع ما عندي مشكله فيها هالقصه، مره او مرتين بالاسبوع بيضه او بيضتين. اللبنه كمان، الخضار ندخلها، حتى البندوره فيها نسبه مي كثير عاليه. هلا فينا بعدها ناخذ سناك قريش، اي نوع فواكه، الكرز ممتاز، الكرز فيه كمان نسبة فيتامينات عالية، نحن إذا بناخذه يعني وبيعطينا شعور، بخفف شعور العطش عنا. هلا في ناس بيقولوا إنه حلو، كيف بده يخفف؟ أي حلو قريش طبيعي، يعني بالفواكه ما عندنا نحن مشكلة فيه، بس أي حلو مضاف مثل المشروبات الغازية، الحلويات، هذا بسبب لنا شعور العطش. أما الحلو موجود بالفواكه، الحلو الطبيعي ما حيعطينا هذا الشعور العطش. حتى على فكرة بتلاحظي الناس بالصيف يعني بفضلوا ياكلوا فواكه أكثر من الحلويات، بتلاقي على الضيافات موسمية كثيرة، يعني بفصل الصيف تمام، إن كان التوت ولا الكرز ولا المشمش، يعني كثير في فواكه. بعدين بيجي التين والصبارة، كمان الصبارة يعني كثير فيها مي. تمام، بحب قريجة. تمام، هي كثير ممتازة، بس الناس ينتبهوا منها البزر، مشان موضوع الإمساك، الأشخاص بيعانوا من الإمساك ينتبهوا موضوع البزر منها. نحن ما يعني كان ما يكثروا منها، هلا ما حكي عنها نتركها لموسم موضوع الصبارة، هلا خلينا نحكي الفواكه اللي هلا نازلة أكثر شيء. بقى بتلاقي فصل الصيف دائما ميسان بينزل كثير فواكه متنوعه، لانه نحن بحاجه تنقص عنا فيتامينات نتيجه التعرق، نتيجه فقد السوائل، هي كلياتها نتيجه التعرض لاشعه الشمس بتكون كثير عاليه ودرجات حراره كثير مرتفعه اللي عم نلاحظها. بقى اي نوع فواكه موسمي انا بنصح فيه يكون دائما نحطه على يدخل لقلب غذائنا لحياتنا اليوميه. الامهات يعطوه لاطفالهم، خاصه هلا بتلاقي النوادي الصيفيه الامهات بسجلوا اولادهم بالصيف بالمسابح، هذا كلياته بيتعرض الطفل دان بالسوائل. نحن اذا بعتنا مع طفلنا شويه هيك مثل صندوق حطينا معه كم قطعه فواكه كثير بيكون ممتاز. يعني بشكل عام الخمول هو سببه معناته نقص المياه بالجسم ونقص الفيتامينات، معناته نحن تعويضنا بالمي وبالفيتامينات. كمان دعاء، يعني شرب المي عادي، قد ما الواحد كثر شرب مي، بيقولوا لك في ناس انه كل ما شربنا مي اكثر كل ما تعرقنا اكثر، كل ما تعبنا اكثر، لا منقلل فيه، يعني بعض الناس شو صحه هالشيء؟
لا هلا بشرب المي ما مو هو بسبب التعرق، التعرق مثل ما هلا التعرق هو وسيله تبريد كما يعني هو وسيله حتى الجسم يدافع فيها عن حاله، يوم يكون درجات الحراره مرتفعه بيتعرق لحتى ينظم او لحتى يعدل حاله الجسم. لا المي بالعكس كثير ممتازه كثير مفيده، المي ما لها اضرار، المي من المشروبات او السوائل رقم واحد ننصح فيها دائما الناس يدخلوها لنظامهم الغذائي ما ينسوها. في ناس بيقول لك انا ما بحب اشرب مي او بنسى اشرب مي، قد ما كان في قد ما كانوا عطشانين في ناس ما بيحبوا مي، يعني كثير بسمع هاي الكلمه او بيجوا لعندي ناس بيقول انا ما بحب اشرب مي. هلا فيهم يعملوا شغله ميسان انه نظام ديتوكس هذا لدارج انه هو طبعا مو للتنحيف، نحن فيها نعمل مثل اذا حطينا مع المي شويه فريز شويه نعنع، النعنع كمان من الاعشاب الممتازه لتبريد الجسم، يعني احنا اذا عملنا حطينا قنينه عبيناها مي وحطينا بقلبها نعنع وشرائح خيار طول ما قاعدين نشربها منه بتكسر طعمه المي، في ناس بيحبوا يشربوا مي، ومنه كمان الخيار والنعنع كمان من الخضار والنعنع الاعشاب ممتازه لحتى برد لنا جسمنا وتحافظنا على درجه حراره الجسم. كمان دعاء في كثير اشخاص بيعتمدوا على المتممات الغذائيه دائما خلال نهارهم، هلا قديش المتممات الغذائيه بالفعل بتمد الجسم بالطاقه؟ هلا اذا في نقص لفيتامينات معينه مثل ما ذكرت فيتامين اي مهم بالصيف، فيتامين اي هي منيحه اما نحن نعتمد عليها انه ناخذها بدون ما يكون تحت انه اشراف طبي او انا اخذها بس لانه انا حاسة عندي نقص فيتامينات، نقص فيتامينات بيكون له عوارض الى خمول الى يعني لكل فيتامين ما بده يفوت لانه كل فيتامين لحاله هو بده كثير اشخاص بيعتبروها مكسب يمكن حلقة. هي مكسب انه حتى في امهات كثير بيعطوا اولادهم انه حبوب او فيتامينات يعني بدون ما يكون تحت اشراف طبي. هلا هي منيحه للاشخاص طبعا اللي بيعانوا، هلا كثير في فيتامينات، هلا الحديد طبعا اذا هي مو فيتامين هو معدن، اذا عنده الاشخاص نقص منه بيعمل خمول بالجسم، نحن اذا اخذناه كثير بيساعدنا على تحسين وظائف تحسين هذا الشيء عندنا، اما انا اخذ فيتامينات بدون ما يكون عندي عوارض او نقص فيها طبعا لا، اما اذا ناس عندهم نقص فيها هي لا بالعكس بتساعدنا انه نكمل يومنا. يعني اللي عنده خمول المفروض انه هو احيانا يتوجه للطبيب ما يعتبره انه هو شيء عادي ويعمل تحاليل يكتشف شو السبب، لانه هلا نقص الحديد كثير بيسبب خمول خاصه للصبايا للفتيات، هلا نقص الحديد بيكون يعني منتشر عند الانثى اكثر من عند الذكور نتيجه الولاده نتيجه الدوره الشهريه نتيجه طبيعه جسمها، لذلك الاشخاص او البنات اللي بيعانوا كمان من خمول يعملوا تحليل لفقر الدم. حتى فيتامين د على فكره ميسان كثير منتشر عندنا بسوريا، نقص فيتامين د بشكل كثير كبير رغم وجود الشمس وكل منطقه البحر الابيض المتوسط، حتى في دراسات كثير بتحكي عن هالموضوع انه الشمس ما عادت فادت، يعني لانه هلا العالم كلها بتتخبى منا وما بيطلعوا بالوقت الصح هو وقت 8 ل 10 تعرض لاشعه الشمس، وكمان نحن كثير في مثلا صبايا المحجبات كمان ما بيتعرضوا بيكون بس انه وشهم وكفهم بس معرض لاشعه الشمس، هو لازم نحن نعرض الاكواع الركب هي كلها، نقص فيتامين د بيعملنا كآبه مثل ما بنعرف هلا تكون في عندنا نقص اشعه الشمس خلال فصل الشتاء بسبب كآبه كمان هذا بيعمل كآبه وخمول بيكون هو سبب من هي الاسباب، مشان هيك كثير بنصح هلا يعني كمان نقص فيتامين د العالم يعملوا تحليل لهذا الموضوع لانه كثير منتشر بشكل كثير كبير. دعاء في كثير من الاشخاص بفصل الصيف بحبوا يتبعوا رياضه معينه ويسجلوا بالانديه الرياضيه، لكن هالخمول اللي بحسوا فيه وعدم يعني القدره على ممارسه التمارين الرياضيه يمكن تمنعهم، شو بتنصحيهم لكل حدا عم يروح على النادي ويمارس تمارين رياضيه لحتى يكسب جسمه طاقه اكثر ويستفيد من هالتمارين اللي عم يقوم فيها؟ هلا اول شغله قبل ما يفوتوا على النادي دائما نحن ناخذ قطعه فواكه، ما نكون اكلين وجبه كبيره انه هي حتساعد زياده انه نحس بالخمول. قطعه فواكه هلا التمر ممتاز، اخذ 3 حبات تمر عالي بالسكريات وبيعطينا طاقه وانرجي لحتى نحن نقدر نقوم بالتمارين الرياضيه. ممكن الفكره اللي ذكرتها قبل شوي نحن ندخل معنا انيه مي يكون بقلبها نعنع يكون بقلبها خيار يكون بقلبها فريز، اي نوع فواكه انه بيحبوا يدخلوه يحطوه بقلبها او نوع من الخضروات بتمد بالفيتامينات بتمد بالسوائل، يعني 2 بـ1 هي بتكون او مياه عاديه للاشخاص ما بيحبوا كمان يدخلوا مي رقم واحد لفصل الصيف. ما ننساها لازم نشرب من 2 لـ3 لتر حسب النشاط والحركه طبعا، اللي قاعد بالبيت بكفي 2 لتر، اما الاشخاص في ناس بيشتغلوا اعمال شاقه او اعمال صعبه خلال فصل الصيف بتكون بقلب النهار بننصحهم بـ3 لتر، وحتى الرياضيين او الاشخاص اللي عم يمارسوا رياضه نحن اذا دخلنا على النادي انيه مي شربناها طول فتره التمرين ما حنعاني من هذا التعب، وبعد التمرين ناخذ قطعه فواكه اي نوع فواكه بتوفر عنا، ولا فضل البطيخ مثل ما ذكرنا رقم واحد لموضوع تطفاية الشوب، هلا البطيخ صعب الواحد ياخذه او يحمله على النادي، مشان هيك نحن التفاحة كثير ممتازة او البردقان كمان من الفواكه اللي نسبة المياه فيها عالية. يعني البروتينات كمان هي من المواد اللي بيتناولوها الاشخاص اللي بيعملوا رياضة دعاء بالصيف، كيف بيتعامل مع موضوع انه الواحد يتناول اغذية فيها بروتين؟ هلا موضوع البروتينات
في مواضيع ما بدي احكي فيها انه كم كلمه، لحتى في اشخاص بياخذوا بس الكلمه. موضوع البروتين كمان موضوع كبير للرياضيين، في ناس بياخذوا مكملات للبروتين، في ناس بياخذوا امينو، في ناس كثير. نحن عم نقول اللي بياخذوا غذاء في بروتين، اللي بياخذوا بروتين ما في مشكله. من اذا ناحية غذائيه اخذنا بيض، اخذنا مصادر دجاج، لحمه او بروتينات نباتيه، فول، ما في عنا اي مشكله فيها ياخذوا، بس كمان ما ناخذ بكميات كبيره تكون على حساب النشويات، لانه في مفهوم سائد انه بس البروتينات اللي بتبني العضل. لا، نحن مصدر رئيسي والاول للطاقه لانه هو النشويات 65%. نحن اذا اخذنا كثير بروتينات ما اخذنا نشويات، بالاخير جسمنا حيفكك البروتينات من العضلات وحيستخدمها كطاقه. عشان هيك ما بدي احكي بهالموضوع لانه موضوع كثير كبير، ان شاء الله مره ثانيه بنحكي فيه يعني. بس هيك بدنا نتطرق لهالموضوع. ما بيأثر طبعا البروتين اذا اخذناه، مثل ما ذكرت هو يمد بالشبع، ممتاز للاشخاص عم يعملوا عم يتبعوا رياضه. ممكن ناخذه ككاسه لبن بعد الرياضه مباشره، علي البروتين وتعطينا شعور برود. هلا كانت عم تقول لي ميسان انه كثير هي بترخي الاعصاب، يعني بتستخدمها هي ميسان ترخي لها كثير اعصابها وبتعطينا هذا الشعور الريلاكس الحلو. نحن فينا ناخذها بعد نادي الرياضه، بتروحنا الستريس، بتعطينا البروتين، وكمان اذا حطينا شويه ثلج معها بتعطينا هذا مثل بيقولوا بالعاميه انه نبورد فيها. ذكرت لنا بعض الامثله عن الماكولات اللي يمكن ما لازم كثير نكثر منها بفصل الصيف لحتى ما تخف طاقتنا، فين تعرف اكثر على هالاغذيه؟ الخضار رقم واحد دائما ندخلها. الأغذية يلي بتخفف من طاقتنا. بتخفف من طاقتنا دائما. أريج الأغذية بتخفف من الطاقة هي الأغذية العالية بالدسام، العالية بالسكريات. مثلا إذا نحنا أخذنا المقالي نحنا إذا دخلناها للغدا خلال فصل الصيف كتير، يعني صراحة بتدخل بغدا الصيف. نحنا نحاول نخفف منها قدر المستطاع. أول شغلة من ناحية صحية الأشخاص عم يتبعوا ريجيمات، ثاني شغلة من ناحية الهضم لأنه الهضم تبعها صعب. دائما نلجأ للشغلات طبخة سهل، للشغلات بتكون مطبوخة على البخار أكثر. كمان الأغذية الدسمة، مثلا في ناس بيستخدموا كتير السمنة بيدخلوها لنظام غذائهم، كمان هي صعبة الهضم. بعد كمان بدي بعد كمان عن موضوع الغداء، بين الغداء والعشاء ناخذ الاكلات الحلوه او الشوكولا، هي كلياتها كمان صعبه الهضم. نحن دائما نلجا للخضار. الخضار هلا كثير منتشره بشكل كثير كبير، نطبخها بطريقه عاديه. نحن ما نعقد الامور او نخليها صعبه الهضم باضافه سمنه، باضافه كثير بهارات كمان بتعطشنا. دائما نطبخها بطريقه طبيعيه، يعني بكفي ملح او نعود كمان على الملح بليمون او اعشاب مثل الكركم او النعناع، هي كلياتها بتعطينا شعور، يعني بتدخل الملح بس ما نكتر منها كمان مشان ما تعطينا عطش، بتخفف الملح لانه الملح كمان بيطرد المياه من خارج. يعني بالشتاء بنقول انه في نظام معين الواحد ياخذ 5 وجبات باليوم، بتقلي لنا على موضوع المكسرات لحتى تعطينا طاقه، لحتى تعطينا دفع. قديش بيختلف النظام الغذائي بين الفصلين؟ وهل لازم نضلنا على موضوع 5 وجبات؟ ولكن شو مضمون 5 وجبات؟ تمام، مثل ما قلتي هي كلمة المضمون النوعية، هي 5 أو 6 وجبات نحن لازم ناخذهم بأي فصل طول فترة السنة، بس النوعية بتختلف. هلا بالشتاء في بنلاقي بتنزل الكستنة بتعطينا شعور بالدفى، هون بينزل البطيخ، بينزل الشمام، بينزل الفواكه اللي فيها نسبة المياه عالية أكثر، بس هون النوعية. وهون لكل فصل في له الفواكه أو النوع الغذاء المحدد لإله. دائما ندخل فواكه ما ننساها، الفواكه الموسمية رقم واحد، ندخل المشروبات، العصائر الطبيعية كمان. هلا أنا بشكل عام ما بفضل الميسان العصير، الأشخاص كمان اللي عندهم زيادة وزن ناخدها مثل ما هي، قطعة فواكه ناخدها خام مثل ما هي، ما في داعي نعصرها لحتى ما نزيد السعرات الحرارية عندنا. الأشخاص يعانوا من حافة وزن طبيعي ما في مشكلة منها. إذا دخلنا مثلا البردقان أو التفاح أو الكرز على البراد وأخذناه بيكون كتير منيح إنه نحن ناخده، بيعطينا هذا الشعور بالبرودة. أما كعدد وجبات هو نفس وثابت طول فترة السنة، بس النوعية هي اللي بتختلف. يمكن ذكرتينا كمان بلمحة سريعة عن الأطفال يلي ممكن الأهالي هلأ بفصل الصيف يسجلوهم ببعض الأندية الرياضية، لكن في كتير أطفال بحبوا أنه يمضوا عطلة الصيف بالبيت وبيكون عندهم الخمول زائد وأيضا الكسل يمكن والفئة متأخر بخلال ساعات النهار. اليوم هلأ شو بتنصحي كل أم يعني تغذي طفلها بفصل الصيف لحتى أكيد يزيد من طاقته ونشاطه؟ هلا في هي نقطه ذكاتية، بيحبوا الاولاد يقضوا على الصيف في البيت. طبعا ما بحب، يعني بحب وجه الامهات انه ما يماشون بهالشغله، يعني يسجون بمسبح او اي نادي رياضه دائما لحتى يصير الطفل اجتماعي، لحتى الطفل مرحله نمو مرحله لازم ياخذ فيها اغذيه. اما يقعد بالبيت وياخذ غذاء حيصير عندنا بدانه كثير. في عم نلاحظ هلا كمان البدانه منتشره بين الاطفال، هلا صيف وقاعده بالبيت وخمول وفئه متاخر وياكل كمان اغذيه واكلات طيبه، يعني هون حننتقل مرحله الشوب لمرحله البدانه كمان. لا، نحن
احنا نسجل ابننا بنادي رياضه شو ما كان اي نوع رياضه بيحبها، دائما الام هي تنصحه تعطيه الفوائد او تقول له انا ما سجلت رح تطول رح تكبر. مثل ما بنعرف الرياضه كثير مهمه، حتى رياضه السله لموضوع الطول والنمو عند الاطفال، او ممكن نحن نعمل لابننا لاولادنا بالبيت يعني نعلق مثل من زمان بامهاتنا ايش نوقفوا او تعلقوا عليه لحتى يزيد ثابت، تمام، لحتى يزيد الطول. نحن ممكن بالبيت او يعني اي حركه، المهم الطفل لازم ياخذها. الاطفال اهم شغله بالنسبه لهم البروتينات لحتى ينمو، اي النشويات كمان رقم واحد بنذكر فيها، النشويات بقصد فيها الرز طبعا، ما بقصد انا النشويات اخذوا المعجنات الدونات الكروسان. هلا في امهات مثلا بيروحوا على المسابح تماما بيعطوا ابنهم كروسان لحتى ياخذها الصبح، طبعا لا، نحن اذا اخذنا حبوب طبيعيه كورن فليكس او شوفان من الاغذيه كثير ممتازه وبتعطينا شبع للطفل. شوفان مع كاسه حليب الصبح فوقه عسل، يعني غذاء رقم واحد للطفل لحتى يروح على النادي الرياضي تبعه او اي شيء هن مسجلينه فيه، او حتى هلا في طلاب يعني بدهم السنه الجايه عندهم تاسع او عندهم بكالوريا بيكون مسجلين هلا معاهد يعني كمان للدراسه، ممكن ياخذوا بيض، ياخذوا شوفان مع حليب، ياخذوا اي نوع من الحواضر تكون موجوده، بس طبعا مو دسمه. افضل موضوع الفول المقدوس اللي الناس مفرزينه يكون بعد ما يرجع من النوادي، ما في مشكله ياخذه، بس نعطيه شيء خفيف، شيء لحتى يقدر يركز مع الـ مع الـ مع الاستاذ اذا كان عم يسجل هالدورات الصيفيه، او حتى يقدر يمارس الرياضه تبعه اذا كان من ناحيه ترفيهيه يعني. يعني هو في لغط بموضوع الاكل تبع الاطفال، مو بس هيك بنشوف حتى سندويش البطاطا المقليه مع الاطفال، يعني ابدا ما بنلاقي بالسله تبعيتهم شيء مغذي، هن بيفكروا الاهل انه فقط لانه يشبعوا الطفل. لا هي مو فكره بس الشبع، نحن نوعيه على فكره الطفوله هي اكثر مرحله حساسه من ناحيه النمو، من ناحيه يعني بالاخير الاطفال هن بالاحنه حيكونوا هذا المجتمع لقدام. او مثلا في امهات بعد بالاخير بيجوا يقولوا انا ابني ما عم يطول، ابني مثلا عم حسه غير باقي رفقاته، عم يضعف كثير. موضوع الغذاء كمان ميسان بياثر على المناعه، يعني احنا اذا ما اعطينا طفلنا الغذاء المناسب حنلاقي عند امراض متكرره، حيصير بتلاقي في اولاد كثير بتلاقي الوزن بيلتهبوا غير عن باقي اطفال، هذا كلياته نتيجه انه الولد عنده نقص مناعه، او بتلاقي مثلا ايديهم مقشبين، هي هذا كلياته نتيجه المناعه. مشان هيك نحن الغذاء رقم واحد، مو بس الكميه او مو بس انا حتى شبع ابني انه لحتى ما ينق علي انا بده يضل عم ياكل، لا انتبه على النوعيه كثير. طفل ما فيك تحرميه من بطاطا من اكلات طيبه او الاكلات اللي برا، بس ممكن في بدائل ممكن تتحايل الام شوي بدائل، او نحن نخليها يعني كل 10 ايام او لطلعه سيران او لنزهه، ما نخليها ندخله اياها لحياته اليوميه. ممكن امهات تقول انا ما بقدر في الصبح مع ابني، ممكن احضره قبل بيوم، بس ما احرم طفلي من هي الفيتامينات وهي المواد المهمه لدخلها لجسمه لحتى يقدر يكمل باقي نهاره بشكل طبيعي وما يحس بالخمول وما يصير عنده مرض كمان غير الخمول. يعني دعاء نصيحتك بشكل عام لكل الاشخاص يلي بهمهم انه يمضوا ايام بكامل النشاط والحيويه بفصل الصيف وما ياثر عليهم ارتفاع درجات الحراره، شو بتقولي له؟ الماء رقم واحد، تاخذه معنا وين ما رحنا، انيه مي موزن انه تاخذ هي المساحه، ان كان شغلنا مكتبي او ان كان شغلنا بالطريق او وين ما كان، دائما ننتبه لموضوع المي. بدي ننتبه لموضوع كمان الاواعي، نقيها شوي رطبه، نقيها قطنيه، نبعد شوي عن الغوامق اللي بتمتص اشعه الشمس، نحاول قدر المستطاع الاشخاص بيشتغلوا برا لو صعب يعني يروحوا على الفي يمشوا تحت الشجر اكثر لحتى نحن ما نتعرض لضربات شمس كمان لقدام من خلال فتره الظهر. دائما ناخذ معنا فواكه وين ما رحنا. الاشخاص بيقولوا انا ما فيني مثلا انا شغلي ما بقدر اكل بقلب النهار، اي نوع فواكه اريج انه بيمشي الحال، يعني نحن ما نعقد الامور، اي نوع مكسرات لحتى تمدنا بالطاقه اللازمه، ونبعد طبعا عن القهوه عن المشروبات اللي فيها كافيين وعن المشروبات الغازيه لانه هي ما بتعطينا السوائل، بالعكس تطرح السوائل خارج الجسم وبتزود الشعور العطش. عم يستفيدوا من هي المعلومات ودائما يكونوا مليانين طاقة ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك دعاء. شكرا لكم.